national anthem of Saudi Arabia. مقر حفل. نعم، كما نشاهد الآن ولي العهد يصل إلى مقر حفل ختام. سموكم ضيوفنا. شكرا جزيلا. حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية الرياض الأحد. وعند دخول ولي العهد السعودي إلى مقر الحفل ومصافحته لرئيس فيفا، بدأ رونالدو لاعب نادي النصر متبسما عند رؤية الأمير محمد بن سلمان قبل أن يصفق له، ومنح ولي العهد السعودي لقب كأس العالم للرياضة الإلكترونية للفريق الفائز بالكونز السعودي. وتنافس في هذا الحدث الترفيهي الضخم أكثر من 1500 لاعب في 22 بطولة على جوائز تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار بحسب ما أعلن تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية في وقت آخر. وصاحب كأس العالم للرياضات الإلكترونية العديد من الحفلات الموسيقية التي أحياها نخبة من أشهر نجوم الفن في العالم العربي وعرض مسرحية كويتية مصرية.